بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة، كل منكم ولله الحمد والمنة يعرف ثلاثة الأصول التي لا يقبل الله من عبد عمل إلا إذا حققها. فالأصل الأول معرفة العبد ربه، والأصل الثاني معرفة العبد دينه، والأصل الثالث معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فمعرفة الله جل وعلا بأن تعرف أنواع التوحيد الثلاثة، وأن تعرف كيف تتضمنها وتستلزمها كلمة لا إله إلا الله. والأصل الثاني أن تعرف الدين الذي لا يمكن لك أن تعبد الله إلا وفقه، وهو أن تعبد الله بما شرع، وهو هذا الدين العظيم، دين الإسلام، ومراتبه ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة من هذه المراتب لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، وهي أعمال الجوارح، وأركان الإيمان ستة، وهي أعمال القلب، محلها القلب، فإذا اعتقد القلب عليها اعتقادا صحيحا موافقا للشرع فإن ذلك يثمر العمل بأركان الإسلام وشرائعه العظام. ثم الأصل الثالث معرفة محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الذي حتم الله تعالى وفرض ألا يقبل عملا إلا وفق شرعه عليه الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وسلم الذي بين هذا الدين لما أنزل الله تعالى عليه القرآن والسنة، أمره أن يبين ذلك للناس عليه الصلاة والسلام. هذه أيها الأخوة هي الأصول الثلاثة. فتعرف النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف اسمه، وتعرف نسبه، وتعرف مولده، وتعرف مهاجره، وتعرف ما الذي يدعو إليه، وتعرف ما الذي يحذر منه عليه الصلاة والسلام، وباختصار أن تعبد الله وفق هديه عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذه الليلة أيها الأخوة الكلام على معنى لا إله إلا الله، وعلى معنى أن محمد رسول الله، يعني معنى الشهادتين اللتان كما تعلمون هما الركن الأول من أركان الإسلام، وعليهما ينبني قبول العمل. فلا يقبل الله عملا إلا وفق هاتين الشهادتين، إلا على ما تقتضيانه، والوقت لا يتسع لشرح كبير أو كثير، إنما باختصار أيها الأخوة. وأرجو أن تنتبهوا لهذه المعاني، فإنها معان عظيمة، فإنها معان عظيمة لا يستغني عنها أي مسلم أيها الأخوة من يريد النجاة في الدنيا والآخرة. فعندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، فاعلم أولا أن هذه الكلمة تأمرك وتنهاك. فقولك لا إله هذه تنهاك أن تعبد غير الله وأن تطيع غير الله فيما لم يأمر به الله جل وعلا. إلا الله هذه تأمرك أن تعبد الله جل وعلا، وباختصار هي نفي وإثبات، وهما ركنان، ركناها نفي وإثبات. فلو النفي
فتنفي كل معبود سوى الله، وتنفي كل شيء يخالف ما شرعه الله. اعلم هذا. اي نعم. والثاني تثبت العبادة لله وحده لا شريك له، بطاعته، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتوحيده وحده لا شريك له، إفراد العبادة له وحده لا شريك له، وتحذر من الشرك والكفر والنفاق والمعاصي، كل ما يخالف هذه الكلمة. فعندما تقول هذه الكلمة الأمر الثاني اعلم معناها. ما معناها؟ معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. إيه نعم، لاحظ هذا. لو قال أحد لا معبود إلا الله، معناها لا معبود إلا الله، أو قال معناها لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت إلا الله. انتبهوا لهذا الكلام. هذا الكلام أيها الأخوة، النقطة الأولى، من يقول معناها لا معبود إلا الله ولم يقيدها بكلمة حق أن هذا خطأ. لماذا خطأ أيها الأخوة؟ لأنه قال لا معبود إلا الله، وأنتم تعلمون أن المعبودات من دون الله كثيرة، الكواكب والبشر والجن والأصنام والأشجار والأحجار والصالحين والأنبياء والرسل والشهداء، كل هؤلاء فيه ناس يعبدونهم، يعبدون القبور، معبودات كثيرة. لا معبود إلا الله، مثل يقول هذا المسجد لا يوجد فيه إلا فلان وفلان وفلان وفلان. له هذا، فكيف تخرج من هذا المعنى؟ تخرج منه بأن تأتي بالقيد الذي قيده الله جل وعلا في القرآن العظيم، وهي كلمة حق، أن معناها الصحيح لا معبود حق إلا الله. لاحظ هذا. إذن إذا قلت لا معبود حق إلا الله، قيدتها بكلمة حق بأنك أثبتت العبادة بحق لله، ونفيت العبادة بغير حق عن غير الله، وأثبت ونفيت العبادة بغير حق عن الله، أثبتت العبادة بحق لله ونفيت عنه جل وعلا العبادة بغير حق، نفيت عنه، لأن المعبودات تلك معبودات بغير حق، معبودات بالباطل. والدليل قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، في أذهره هو الباطل. لاحظوا هذا، حق، ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق، والحق هو ضد الباطل. إذن هي تثبت العبادة بحق لله، وتنفي العبادة بحق عن غير الله جل وعلا. هذا بالنسبة لمعناها. وأركانها كما سمعتم، نفي وإثبات. نعم، نفي وإثبات. أما شروطها أيها الأخوة فشروطها كثيرة، لكن العلماء رحمه الله نصوا على 8 شروط، وإن كان الثامن يدخل فيها 7، لكن لأهميته أفردوه وجعلوه 8. هذه الشروط باختصار أيها الأخوة، وكل شرط على دليل، انتبهوا يا أخوان. وهذه الشروط هي قيد عظيم لهذه الكلمة، قيد لا ينتبع القائل بها إلا بتحقيق هذه الشروط. إذا حقق هذه الشروط انتبع كلمة لا إله إلا الله. ولذلك ترون وتسمعون من يقول لا إله إلا الله وهو يذهب إلى القبور، يذهب إلى الأضرحة، يذهب إلى الموتى، يدعو من دون الله، أو الأشجار أو الأحجار. اي نعم، لاحظوا هذا. هو يدعي انه مسلم، يدعي لا اله ويقول لا اله الا رسول الله، ما عرف معناها، لم يعرف معناها، ولذلك وقع في هذا البلاء. او يعصي، يخالف الاوامر، يتركها ويتساهل فيها، او يرتكب النواهي وهي الذنوب الكبار. اي نعم، هذا ما عرف معنى لا اله الا الله. لو عرف معناها حقيقه وايقن بمعناها حقيقه ما وقع فيما يخالفها ايها الاخوه. لاحظوا هذا. فالشروط هذه شروط عظيمة، قيد قيدتها النصوص العظيمة من القرآن والسنة، قيدت هذه الكلمة بهذه الشروط، أن الإنسان لا ينتفع بهذه الكلمة إلا إذا حقق هذه الشروط. الشرط الأول العلم، والعلم ينافي الجهل أيها الأخوة، ينافي الجهل. نعم، والعلم بمعناها نفيا وإثباتا كما سمعتم. نعم. الثاني اليقين، واليقين ينافي الشك،
والشك صفات المنافقين، عفانا الله وإياكم من ذلك. انتبه، لابد أن تقولها بيقين، بيقين وصدق، هذا الشرط الثالث، صدق ينافي الكذب. نعم، والصدق هذا يحقق العمل ويبرع العمل بما شرع الله جل وعلا. الرابع الإخلاص، والإخلاص ينافي الشرك. الشرك دعوة غير الله معه، أو صرف شيء من عباده لغير الله، أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله جل وعلا. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه، أحب هذه الكلمة وما دلت عليه وتفرح بذلك، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وتحرص على تحقيقها بكل ما تستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن احذر من التساهل، احذر من التعمد، احذر أن تتجاهل ما دلت عليه من الأوامر والنواهي. احذر، احذر حذرا شديدا. السابع الانقياد، الانقياد، وبعضهم يجعل القبول قبل الانقياد، أن يقبل ثم ينقاد. إذا قبل انقاد، كما تعرفون قصة أبي طالب، هو قبل وأقر بدين الإسلام وأنه حق، لكن لم ينقد، لم ينقد. نعم، فالانقياد القبول أن تقبل ما جاء في شرع الله من الأوامر والنواهي التي بيّنها الله تعالى في القرآن العظيم، وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبيّن ذلك أصحابه من بعده رضي الله عنهم بعملهم بهذا وحرصهم عليه. نعم، تقبل بلسانك وجوارحك وقلبك، واحذر من أن تتساهل أو يكون عندك تردد. اقبل واحرص وافرح. نعم، إلا شيء أن تستطيع وتقدر عليه فهذا الله تعالى عفى عنه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن احذر من التساهل أو التغافل أو عدم المبالاة، احذر من هذا. السابع الانقياد، انتبهوا، هذا هو المحك، الانقياد لحقوق لا إله إلا الله. وهي ما هي حقوق لا إله إلا الله؟ انتبهوا يا أخوان، ما هي حقوقها؟ حقوقها كما تقدم لنا الأوامر والنواهي التي تدل عليها كلمة، التي تدلت عليها كلمة لا إله إلا الله في قولك لا إله إلا الله. فلا إله هذا إيش؟ هذا نهي، نواهي. إلا الله هذا أوامر، فهي الأمر والنهي كما قال العلماء، والأمر والنهي الذي والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاه يوم المعاد الثاني. فتنقاد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة. نعم، باعتقاد أو رغبة في رضوان الله وفي جنته وفي أن يوفقك في الدنيا للفلاح والسعادة، طريق الخير الذي بيّنه الله في سورة العصر كما تقرأونها، سورة العصر، سورة العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لاحظوا يا أخوان هذا العلم، وعمل صالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اي نعم، يهديك الله لهذا الطريق، هذا المنهج الذي هو علم وعمل ودعوة وصبر على هذا الدين حتى تلقى الله تعالى وأنت على هذا الدين. فإذا لقيت الله على هذه الكلمة العظيمة محققا لها فأنت على خير، وأبشر بالخير كما وعد الله بذلك جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشرط الثامن، وهو داخل في هذه السبعة لكن العلماء أفردوه لأهميته، نعم، كما قالوا وزيد ثامنه الكفران منك بما سوى الإله من الأصنام أو الأثاني قد أُلِها. نعم، فتبرأ من الشرك وأهله اللي هو ضد لا إله إلا الله، تبرأ من الشرك، تبرأ من الشرك وأهله، شرك صغيرة وكبيرة وخفية، والكفر كبيرة وصغيرة، والنفاق كبيرة وصغيرة، والمعاصي كبيرة وصغيرة، هكذا تكون على بينة من دينك، على بينة من أمرك في هذا الدين، هذا الدين العظيم الذي هداك الله له، وأن تنتسب إليه، انتسب إليه بحقيقة، تتوجه بجسدك إلى الكعبة المشرفة التي أمرك الله أن تتوجه إليها، تتوجه بقلبك إلى الله بإخلاص العبادة لله جل وعلا وإخلاص المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لمعنى كلمة لا إله إلا الله.
أما بالنسبة لكلمة أن محمدًا عبد الله ورسوله، هذه كلمة عظيمة، وهي الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قلت أشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ ما الذي يتبادر إلى فهمك؟ انتبه، فإنك تعلم بهذه الكلمة أنك منقاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعاً له، نعم، محباً له صلى الله عليه وسلم. فكلمة أن محمد رسول الله تعني، كما بين العلماء رحمهم الله بذلك، تعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تعبد الله إلا بما شرع وفق شريعة صلى الله عليه وسلم. ولها ركنان، ركنان عظيمان لهذه الكلمة، شهادة أن محمدًا عبد الله ورسوله، لها ركنان عظيمان، انتبهوا يا أخوان. الركن الأول أنه عبد، سبحان الذي أسرى بعبده. والركن الثاني أنه رسول، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، محمد رسول الله، ركنان. فكلمة عبد ترد بها على كل مخرف، على كل من أشرك بالله وهو يدعي الإسلام، انتبه، هو يدعي الإسلام، هذا المقصود. أما الكافر الأصلي هذا لمجال آخر، لدعوة خاصة، لطريق آخر، لكن الإشكال في من يدعي الإسلام هو يشرك بالله جل، يقع في الشرك، إيه نعم. فكل مخرف ترد عليه بهذه الكلمة العبد، تقول له أنت تذهب إلى القبر تدعو الميت من دون الله، طيب محمد ما هو؟ قال رسول الله. قال عبد، قل عبد ولا ما عبد؟ قال عبد. هل فيها أعظم منه؟ هل خلق الله أعظم منه؟ قل لا. إذن هل يعبد؟ يقول لك لا. قال كيف تعبد هذا الميت؟ إذن إذا كان محمد هو أفضل ما خلق الله لا يعبد، إذن غيره أولى منه، أولى بذلك أن لا يعبد. انتبه يا أخوان، فكلمة عبد، عبد لا يعبد، عبد. ثاني رسول، الثاني ركن ثاني رسول، مرسل من رب العالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنتبع صلى الله عليه وسلم ونطيعه فيما أمر به عليه الصلاة والسلام. ولذلك أيها الأخوة، في التحيات ماذا نقول؟ الصلاة شو نقول؟ انتبه، وأن تصلي وأن تقرأ التحيات، تحيات لله والصلوات والطيبات، هذه لمن؟ ها؟ لله، تعظيم لله جل وعلا، إفراد الله بالعبادة والربوبية والإلهية والأسماء والصفات، تحيات لله والصلوات والطيبات، كل هذه الكلمات فيها أنواع التوحيد الثلاثة. بعدين تقول ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لاحظ هذا يا أخوان، تدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة. يا أخوان، الذي يدعى عليه يدعى مع الله، انتبه، ترد بي على كل من قال، كل من يدعو غير الله أو يعبد غير الله جل وعلا، فهو صلى الله عليه وسلم رسول، الثاني رسول، مرسل من رب العالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم صلى الله عليه وسلم، رسول نطيعه يطاع، فهو عبد ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. هذه أركانها، هذا معناها. أما شروطها فتلك الشروط السابقة وغيرها كثير، هي تنطبق على شهادة أن محمد رسول الله. بمن تعرف معنى هذه الكلمة وتعرف أركانها وتعرف شروطها، فلا بد من إيش؟ العلم بها، حتى لا تقع فيما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وحتى لا تفرط فيما أمر به. العلم كما تقدم لنا، اليقين بما جاء به صلى الله عليه وسلم، الصدق في متابعته، الإخلاص في متابعته، عبودية لله، لأن الله أمرك بذلك، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كذلك عليه الصلاة والسلام المحبة، تحب صلى الله عليه وسلم بعد محبة الله جل وعلا فوق محبة كل مخلوق حتى نفسك صلى الله عليه وسلم، ومحبتك له تجعلك تطيع وتتبع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. كذلك القبول لما جاء به صلى الله عليه وسلم، تقبل كل ما جاء به، فإن كان واجبا فرضا تفعله وتحرص عليه،
إن كان نهيا تجتنبه، إن كان سنن تحرص على أن تعمل بشيء منها، إي نعم بشيء منها حتى تفلح، لأنك محتاج إلى السنة، محتاج إليها، محتاج إلى ما يكمل الفرائض، لأن كل إنسان يعمل عمل لابد تقصير عنده، ما في شك، كلنا نقصر، كلنا مقصر، فالسنن بحاجة إليها يعني تكمل، كما في الحديث انظروا هل لعبده من تطوع فيكمل به ما نقص من الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي. كذلك الانقياد لما جاء به صلى الله عليه وسلم، تنقاد لما جاء به عليه الصلاة والسلام، تنقاد لما جاء به عليه الصلاة والسلام، وتحذر من مخالفته، نعم من مخالفة أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام كما سمعت في معناها، أي نعم أن تنتهي عن كل ما نهاك عنه وزجرك عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها الأخوة تبرأ من البدع، أي نعم تبرأ من البدعة، البدعة التي تناقض وتنافي شهادة أن محمد رسول الله، لأن تنافي الشريعة، لأن المبتدع البدعة ما هي؟ البدعة هي شيء يعمله المبتدع يضاهي به شريعة الله، أي نعم، فحاله ليس بلسانه، قد لا يقول بلسانه لكن حاله يقول إن هذه الشريعة ناقصة أنا أريد أن أكملها، سبحان الله، هذا غلط كبير جدا، أي نعم، قد لا يتلفظ بهذا لكن حاله لما يعمل بدعة وينهى عنها ثم يصر عليها حاله يدعي أن هذا الدين يحتاج إلى من يكمله، صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم، يعني عملا يضاهي به المبتدع شريعة الله جل وعلا، يضاهي به شريعة الله جل وعلا. أيها الأخوة، الكلام في هذه الكلمة العظيمة يحتاج إلى وقت، وكل ما سمعتم عليه دليل يا أخوان، لكن لو توسعنا في الأدلة لطال الوقت، يحتاج إلى ساعات وطويل وقت، لكن أنا نبهت على هذه الأصول وهذه المعاني ولله الحمد، وكل منكم والله متعلم ويفهم هذا، لكن الحرص على تعلمها وهي في الكتب متوافرة والله الحمد المنة، نعم كما في الأصول الثلاثة شيخ محمد عبد الوهاب، وكما في القواعد الأربع، نعم في التوحيد، وكما في كشف الشبهات، وكما في كتاب التوحيد، وكما في الواسطية للإمام ابن تيمية، وكما في العقيدة والطحية الطحاوية للإمام الطحاوي، كلها موجودة والله الحمد في هذه الكتب والله الحمد، وشرح السنة ابن أبي عاصم والسنة الخلال، كلها والحمد متوافرة في هذا والله الحمد، والسنة للشيخ الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الجميع رحم الله الجميع، كلها متوافرة يا أخوان في كتب السنة هذه المعاني، لكن القصد أن تحرص على القراءة، تحرص على الاطلاع، وإذا كان ما تقرأ مثلا تأتي من يقرأ لك هذه الأمور من أبنائك وبناتك وهكذا أيها الأخوة. ونحن والله في هذه البلاد في نعمة، أنتم في هذه البلاد في نعمة والله الحمد والمنة، نعمة عظيمة، دروس تقام عندكم في هذه الجوامع في هذه المساجد، تدعون إليها والله الحمد مجانا، ما عليك إلا أن تأتي محتسبا تستمع هذه العلوم العظيمة التي أنت بحاجة إليها، لا يستغني عنها المسلم في حياته حتى تعبد الله على بصيرة. ونحن والله الحمد في هذه البلاد بنعمة، نعمة أمن وإيمان والله الحمد، واجتمع كلمة على وجه أمورنا وعلمائنا والله الحمد المنة، نسأل الله الكريم أن يمن علينا بشكرها وشكرها والقيام بحقها، أنه على كل شيء قدير، وأن يصلحنا وإياكم النية والذرية، أنه على كل شيء قدير، وأن يحفظنا وإياكم، يحفظ المسلمين في كل مكان من كل سوء ومكروه، وأن يوفق ولاة أمرنا وعلمائنا في هذه البلاد إلى كل خير، وأن يعينهم ويسددهم، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياهم هداة ومهتدين، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، ويحفظ علينا جنودنا في الداخل والخارج الذين يسهرون على راحتنا وعلى أمننا، أسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يحفظنا وإياهم بحفظه، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.